السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناتنا والهم شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غطان ديال الفيس اللي تجي في الفرن، تجي رائعة بلاصوص اللي زوينة ومعلكة. اكيد الا تبعتوا معايا الفيديو حتى الاخر غادي ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نشارك معكم التقديه ديال الشهر ديالي اللي اثمنة جد مناسبة. كيف ما شفتوا معايا المقارون ديالي او لي فيز ديالي تيجيو رائعين بالصلصه اللي غادي نحضر معكم. غادي ندوزو الاول حاجه في الغطان ديالنا، وهي البصله شلطتها كيف ما شفتوا معايا، وحكيت عليها واحد ثلاثه الفصوص ديال الثوم او الربعه، شويه ديال الزيت نباتيه وشويه ديال الملح. غادي نخلي البصله غادي ترخى واحد شويه، وغادي ندوز نحضر معكم لي فيس اللي درتهم في الماء غليان، وطعت عليهم شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، وخليتهم حتى يتسلقوا ليا، وما نخليهمش يفوتوا في التسليق بزاف، يعني غير شويه نخليهم شادي راسهم، ونخليهم نصفيهم على جنب. من بعد هنا فاش ترخات ليا البصله وطابت، غادي نلوح عليها واحد 200 غرام ديال اللحم المفروم كيف ما شفتوا معايا، وغادي نخليها حتى يدخلها الطياب الكفته. هذا باش نبدا نلوح في التوابل اللي غادي نشارك معكم. اول حاجه واحد نصف ملعقه ديال سكينجبير، ونصف ملعقه ديال البزار، وواحد ملعقه صغيره ديال الكركم التحميره. من بعد تنخلط المكونات جيدا، ونخلي الكفته ديالنا حتى تطيب وتشرب ديك المقادير عفوا ديك التوابل اللي ضفت عليها. صافي هنا بعد ما جهزت لينا الكفته مع البصله كيف ما شفتوا معايا فاش طابت، غادي نضيف عليها واحد الصلصه ديال الطماطم. هذه تتكون جاهزه تعطيني واحد البنه رائعه، ولا ما كانش حكوا واحد جوج حبات ديال الطماطم وضيفوهم على هاد الكفته ديالنا، نحيدو لهم ديك الزريعه الخضراء، نحكوها ونضيفوها. من بعد غادي فاش تخليها تطيب واحد شويه، غادي نضيف واحد شويه ديال المعدنوس اللي قطعته قطع صغيره، وغادي نخلط المكونات ديالي جيدا، ونخلي الكفته ديالي على جنب. هنا غادي نحضر معكم لاصوص بيشاميل. هنا ضفت جوج معالق كبار ديال الزبده، خليتها تذوب ليا مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليها واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق، ونخلط الدقيق مع الزبده المذابه جيدا على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. هنا بعد ما دابت ليا الزبده مع الدقيق، كيف ما شفتوا تيولي الشكل ديال الدقيق مع الزبده على هذا الشكل هذا، تنبدا نضيف الحليب ديالي. هنا ضفت واحد نصف لتر ديال الحليب، يعني شويه بشويه، ما تنضيفش نصف لتر دفعه واحده، يعني ضفت الكاس الاول وخلطت على هذا الشكل هذا. ومن بعد هذا باش غادي نضيف الكاس الثاني، ونبقى نخلط تدريجيا على هذا الشكل هذا. البوطة ما تكونش مجهدة بزاف، صافي وتنبدا نخلط باش ما يتكورش ليا داك الدقيق كيف ما شفتوا معايا. من هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الملح وشويه ديال البزار على الدقيق مع الحليب ديالنا. هنا صافي بدا تعقد ليا داك لاصوص بيشاميل ديالي كيف ما شفتوا معايا. هنا غادي نضيف عليه اختياري واحد الكاس ديال الكريمه المالحه اللي تنستعملوا في الطياب، هذه الا كانت ما كانش من بعد تنديروا واحد ياغورت طبيعي
نضيفو على لاصوص بيشاميل ديالو تيعطينا واحد النكهه رائعه. انا هنا عندي كريمه ديال الطياب تاهي تعطينا واحد البنه اللي تجي زوينه لهاد لاصوص بيشاميل. صافي تنخلط المكونات جيدا ومن بعد تنزول الكاسرون ديالنا من فوق النار. هنا بعد ما صفيت الفيز ديالنا كيف ما شفتوا معايا غادي نضيف عليها ديك الحشوه ديال البصله مع الكفته وغادي نخلط المكونات جيدا مع الفيس على هذا الشكل. هذا الفيس عفوا. من بعد تنخلط تيولي ليا يعني تنسجموا ليا مزيان وتنضيف عليهم ديك الصلصه ديال البيشاميل وتنبدا نخلط مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. صافي هنا من بعد فاش تخلطات ليا غادي ناخذ واحد المول اللي ديال الكغاطان ديال الفول تيكون ديال الزاج غادي ناخذو وغادي ندهن فيه واحد شويه ديال الزبده على هذا الشكل هذا. وصافي غادي نبدا نفرغ ديك الفيز ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للصوص بيشاميل ما خويتهاش كامله يعني خليت واحد شويه اللي غادي نضيفه من الفوق على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. صافي من بعد غادي ناخذ واحد شويه ديال الفرماج الاحمر اللي حكيتو وضفتو من الفوق على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا باش تجيني ديك الكغاطان ديالنا معلكه وزوينه وبنينه. صافي تندخلها للفرن واحد 15 دقيقه او 20 دقيقه وها الكغاطان ديالنا تتجي واجده وزوينه وبنينه. غادي نقطع معكم باش تشوفوا التعليكه ديالها كيفاش تتجي وتشوفوا دوك لاصوص بيشاميل كي جاتها رائعه وبنينه. اكيد الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الكغاطان ديالنا كيف ما شفتوا معايا تتجي معلكه بديك لاصوص بيشاميل من الداخل والفرماج تيعطيها واحد النكهه اللي زوينه ورائعه وبالصحه والراحه. دابا غادي ندوز باش نشارك معكم كيف ما قلت لكم في اول فيديو تقديه اللي تقديت من عند الهري باثمنه جد مناسبه. نوريكم السلعه اللي تقديت بالاثمنه ديالها كما تتشوفوا واقعيه قدامكم كل حاجه. غنعطيكم الاثمنه ديالها من عند الهري اللي عنده سلعه يعني داير تقصيت بزاف وداير كيف ما قلت لكم وتيبيع اثمنه جد مناسبه. اكيد البنات هذا الهري كاين في زنقه الحمصالي سميتو سعيد. الا مشيتو عنده وخديتو عنده السلعه ديالكم او التقديه ديالكم ومشيتو عند محل اخر عاد تعرفوا كاين فرق كبير. هذا السيد يعني تياكل داك الشيء اللي قسم عليه الله تعالى ما تزيدش فوق الطاقه ديالو يعني واكل داك الشيء بالحلال الله يسر ليه. ودائما الا مشيتي عنده تتصيب عنده الزحام وفي نفس الوقت راه بايع وشاري اللهم زيد وبارك. فما قلت لكم غادي نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا معكم بابي كويزين. هذا البنات داير 190 ريال كيف ما شفتوا الكتبه ديالو. هذه غادي نقرب لكم باش تشوفوا ها هي بابي كويزين داير 190 ريال. بالنسبه للبابي جينيك ورق ديال هذا سير باك هذا فيه 9 هاو كيفما شفتو ديال 450 ريال. هاو البنات فيه 9 دير 450 ريال.
شفتوا معايا البنات، هنا عندي جوج لتر ديال سانيكروا ديال الخزامه وديال الفاني، داير ليهم 460 ريال. مع العلم الا مشيتو لحوان تخريم داير ليهم 260 لواحد، وهو ناقص 30 ريال في ليترو. لتر ديال جافير داير ليه 110. هو البنات نوري لكم، داير 110. انتو باش ما تعرفوش بان تنكذب عليكم ولا شي حاجه، تنقول لكم داك الشيء اللي كاين. 110 كاين 2 كيلو ديال السنيده، ها هي دايره 200 ريال، 10 دراهم. خمسه ديال اللوكوس دايره 780. انتما البنات الكتبه هذه ديال مول المحل، ها هو خمسه ديال اللوكوس. دايره 780. لانشون داير 400 ريال. داير 400 ريال البنات، ها هو لانشون داير 400 ريال. نوتيلا الصغيره دايره 620. نص كيلو ديال الزبده ديال سونترال، تعجبني البنات هذه في نرطبو بها المخمار، تجي رائعه، دايره 800 ريال. نص كيلو ب 800 ريال. بالنسبه للمقارونه خديت 2 كيلو، كيلو العاديه وكيلو ديال ايفيس، ها هي هادي وهاد المجعبه هادي، دايره 440 ريال، يعني 220 الكيلو. ها هي البنات، كاين كيلو ديال فينو، تناخدو هذا غير مره بحال هكا الا بغيتو المسمن ولا شي حاجه. اما تندير انا الدقيق الكامل باش تنعجن الخبز ديالي ندير 1000 فرانك. ها هو بالنسبه للاواني ديال المعجون ديال الاواني، هذا معجون ديال غسل الاواني ديال 260 ديال الخزامه، هذا 260. هنا 2 باكيات ديال الخميره ديال الحلوى، 2 باكيات ديال الخميره ديال الحلوى دايره 160 ريال، 80 ريال الوحده، وفي الحوان تبيعهم ب 100 ريال. هادي 2 باكي ب 160 ريال. وحده ديال الكاكاو ها هي دايره 130. هانتوما البنات نوريكم كلشي على عين الله، ها هما الخمارات 160، باكيه ديال الكاكاو 180. كعرفتو الكتبه ديال الماي الحوان تتكون شويه ما بيناش بزاف. هنا خديت 2 شفافي كيف ما شفتو البنات، دابا وقيت التخمار وقيت الشفاف، خديت اختي 2، ها هما 2 شفاف، ها واحد ها 2، 2 شفافي خديتهم ديال التوب كيف ما شفتو معايا، خديتهم ب 180 ريال. 5 لتر ديال الزيت عافيه دايره 2180. ها هي البنات 2180 زيت عافية 5 لتر، كيفما شتو دابا الزيت طلعات طلعة صاروخية. نطلبو الله الله يرفق بينا ويرفق بالدراوش يا رب. بالنسبة للكونفيتير ديال الفريز، هذا أنا خديت 2، واحد ديال الفريز
واحد ديال المشمش. دابا الوليدات كلها وشنو تيبغي، ديال الفريز ديال 250 وديال المشمش ديال 220. وهنايا 4 الصابونات ديال الطوس 330 ريال. وكيلو ديال البركوكش ديال 220 محمصة كما تبغي 220 ريال. هنا جوج باكي ديال الكسكسو ديال الحمز الرقيق ديال 900 جوج باكي ديال الكسكسو ديال 520 ريال 520 ريال جوج باكي ب 520 ريال الكيلو، يعني 200 او بغيت نقول لكم زعما الوحده شحال داير 260 الكيلو، يعني جوج باكي ب 520 260 الكيلو. وهنا جوج مطيشه ديال الصلصه ديال سوليس 300 ريال. يعني 200 عفوا 150 الباكية. بالنسبة للبنات هاد الطون هذا صراحة خطير، كيجي رائع في الساندويش في كل شيء. هاد الطون هذا كيلو كيفما شفتو معايا هاهو داير 760 ريال. وهنا هاد الشوكولاتة هادي دايره 440 ريال، اللي كنستعملها غير في الحلوى فهذا هي تجي زوينه. بغيت تستعملوها للدهن للوليدات حتى هي، انا الوليدات تيبغيو نوتيلا. هادي خديتها بغيت دابا نشارك معكم ميروندينا، غادي نصاوب بها ميروندينا. وهنايا الفرماج ديال لافاش كيري ديال 88 قطعة داير 1640 ريال، 1640 ريال. فورماج ديال لافاش كيري يعني الكبيرة. هنا المايونيز، هاد الصلصة هادي ديال المايونيز ديال الشلاطة ديتها ب 270 ريال. هادي ستار 270 ريال. وهنا مايس هذا ديال الشلاطة ديتو ب 260 ريال. وبالنسبة للحليب البنات الباكية فيها 6 لتر خديتها 79 درهم، 79 درهم البنات. صافي وهنا بقى لي هذه الشوكولا، هذه خديتها حتى هي الحلوى خديتها ب 14 درهم. وهنا هاد الزبده هذه حتى هي خديتها للحلوى دايره 260 يعني 13 درهم. بالنسبة للكلاطو ديال البيض البنات 720 ريال. كيفما شتو دابا البيض غالي، 24 الحبة باش داير 720 ريال. وهنا التيت كيلو ديال التيت هذا مشاركتوش معاكم حتى هو، هذا داير 240 ريال، 240 يعني 12 درهم. وهذه هي السلعة اللي تقديت معكم كما شفتوا معايا البنات. تنصحكم سيروا عند البقال اللي تيكون ناقص شويه، كيفما شفتوا دابا الاثمنه خياليه. وكاين فرق ما بين يعني بقال وبقال تتصيبوا الاثمنه زايده، يعني ما مقادينش في اثمنه واحده.
المهم سولوا على راسكم، والمحل اللي ناقص في الاثمنه هو اللي تاخذوه من عنده. كيف ما شفتوا دابا كل شيء غالي، طلبوا الله السلامه والعافيه من عنده يا ربي، وشوف الناس في الناس بساطة مساكن اللي ما عندهمش، الله يكون في العوان، الله يكون في العوان الجميع. نطلب الله الرزق والتيسير لكل واحد، والهلا يرحم شي عبد ربي من اي حاجه طلبها من عند الله سبحانه وتعالى، الله يسهل عليه فيها. وهنا ما بقى ليا الا نقول لكم الفيديو ديالي سالا معكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، وما تنساونيش بلاي لايك كما تنقول لكم دائما، دخلوا الفيديو باش يوصلكم كل جديد. اول حاجه ديروا لي لايك باش تعم الفائده. هنا تنقول لكم بالسلامه عليكم وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.